ذاك الغالي ابو الوجهين جانا ونور الابي يبيعك هوا من الصين يكتب فوق ربي جاك الغالي ابو الوجهين جانا ونور الابي يبيعك هوا من الصين يكتب فوق ربي يخدعك وانت ممنون سريع وما يلحقون دخان ويشوفون بس تعدل النظمة اسئلك هل تحبين صحيح انت هتقصاتنا هل تحبينا صحيح انتهت قصتنا يعني وين ما وين عيون الناس سرقتنا من النسوان اللي ضارت اي والله ما لهم دعوة ايش فيكم شو ما بينت وانت قبل لا نبعيد اسيلك هل تحبينا بس لو اعرف ذولا على شنو دا يظاهرون ولا تدير بال ولا تدير بال هؤلاء سيذهبون كما يذهب الزبد من البحر غير يسكت فرس النهار انا اريد حلول منطقيه مو تحكي لي هذا الحكي زبد البحر وما اعرف شنو بعدين انا وضع صحي سياده المستشار ترى ما دا يساعدني سلامتك سلامتك سياده الرئيس جبت لك ورد لسان الثور تفضل شنو هاي؟ لك الرئيس مريض تجيب له لسان الثور؟ انا ما ادري انت ليش تتحسس من الثور، عندك شيء وياه؟ شش هش ترى اعريك تعريني؟ ايه اطلع الفيديو ونشوف يا المتعريه المصوره هذا شنو الحكي؟ شنو؟ دنت مازح فرج؟ نعم انا اذا احكي على التظاهرات ووضعي الصحي تجيب لي ورد لسان الثور؟ برايك هو هذا الحل؟ سيادة الرئيس أنا أقول له تنزل للشارع تسمع الناس هذا شعبك احكي وياه شوف مشاكله احكي بلغة هو يفتهمها لا تحكي بهاي الفصحى الناس كلها ما تعرف شنو معنات والطابوق لا تتدخل وصل البروف عناد تفضل بروفيسور أهلاً إجا البروف تفضل وهذا الخبير الطبي طبعاً نعم يا تفضل الله. يا الله اهلا شارك. دكتور اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا سياده الرئيس انا جيت اهتم بصحتك
انطيني ايدك ممكن؟ من ايدك؟ هذا جاي يخطب. بس عندك اجهاد طبعا حقيقة. ايه طبعا عنده اجهاد. شلون ما يصير عند البلد احباط وراء الجماعة؟ وحسب خبرتي الطويلة طبعا سيادة الرئيس يراد لك راحة. طبعا الاجهاد يراد له راحة اكيد. اي والله كتير. هسه الحل بنظرك شنو بروف؟ سيادة الرئيس احس بيتي جاي تحكي مو خبير طبي. صحيح؟ هسه خلينا نسمع الحل. خلينا نسمع الحل. الحل هو الرمان. فرج رح جيب رمان بسرعة. لا الله يخليكم. لا يعني إلا رمان تفهموا يا العالم سمعوه إلا سوون دم. فرج ده يقول لك رمان للأكل، يقول لك رمان يسلم على القلب. يعني هذا رمان الفاكهة؟ اي هذا مال أكل. أقول لك أنت خبير طبي لو أبو علوة. بس أقول إن الرئيس شنو وضعه؟ من خلال خبرته الطبية على مدى السنين السيد الرئيس عنده إجهاد بعضلة القلب أو لازم يأكل رمان. الرمان يسمونه نابت جمل. ما شاء الله. يعني احنا صار لنا اسبوع العالم هوسه مظاهرات طلع الحل رمان نابت جمل يعني مال بعير. ادري لك شنو بعير؟ شنو بعير؟ ثور وبعير. ها هم تحسست من البعير؟ شحكي بالبلابل ما ترهم. أقول شكو هاي شنو منزل على الواتساب الحالة؟ يا حالة الله تغشم روحك يعني. أدريش كاتب يهز لي ببيدل كان يهز لي بخصرة على من يمه هذي. هزة شو تريدين؟ شنو؟ أنتي ليش تلحين؟ أنا ألح؟ هاي فوقها بعيني ما أنا راح أحكي وياك. ها؟ أخلي أخوي هو يتصرف وياك. هيك صارت؟ أي ألو لك الحق لي كمال أنا ما عندي غيرك. شفت هذا رجل شي يسوي بي كتلني ويخلط على أبوي. إيه تعال باي أقول ليش ترى أنا عواج أخاف ترى أنا هم ما طالع من فطر الحائط. هم عندي قرايب وناس أنا علمك. شو تسوي يمه؟ هسه أسوي بسيطة. خلي نشوف. ألو وديع هسه تجي على السريع. أقول لك جاسرت علي. إيه لازم تجي مو أخوها هم راح يجي. يلا انتظرك. شعبالش لعاد بس أنا ما متجاسر عليك ولا غلطت على أبوشاني. إيه بس أنت الشغلة اللي منزلها تغوث. يا بش بيش أنت هاي مو أنت المقصودة. هاي قاصد بيها صديقي صميم أردغثة. هي تقول من أول هي. أقول ليش ما نروح نتغدى برا؟ لا فلوس الغداء أخليها ويا فلوس السلفة اللي طبيت بيها الجديدة. أنت شنو قصتك؟ خبلتيني؟ ما تعرفين بس الفلوس؟ مو راتب طار سلف 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 كافي؟ وأنت ليش تعيط علي يا يمه؟ علي ما تعيط علي شو طالعة بزرف الحائط عليك؟ لا حبيبي طر هاي إلك ولبيتك بس مو صوتك. أنا أعرف شلون أتصرف. شنو؟ ألو كمال العقلي قتلني بالصندة المرة. شوف 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 قتلني بالصندة. يلا تعال ماشي هسا أنا علمك. ألو وديع شنو مقطوع سريع؟ اسمع سريع هسا تجي على الوديع افتهمت؟ يلا مع السلامة انتظرك. شعبالك ها هسا ارتاحتي؟ أقول ليش ما نروح نتعشى برا وفررك ببغداد؟ ايش بيها عينك؟ ايش بيها؟ شو تغمز؟ غير طافية. لك تتجاوزون على اختي اليوم افلش وجوهكم تفلش. لك خالتي نغم خط احمر يا من تجاوزتوا انتم ما تعرفون يا من. تضربوها بالصندة. لين شفتوها سمينة؟ مني؟ الصاندة الصاندة انت ما توب ولك ما شبعتك كتل وصية بعد 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 اكتل بيك. يقول لي شبعتك كتل هو انا ضربت بوتوكس طبيعي. يا بوتوكس نشوف وجهك صاير بيه
تندق بخويلك شو راح اسوي بيكم اليوم؟ ويلي امشي امشي لم هدومك وهدوم اخوك وشردوه ولك شوفوني خلقكم وين ما اشوفكم ولك افلش وجوكم وتفلش لا ارتاح ارتاح يلا ارتاح ارتاح ما ارتاح ارتاح ولك هذا البيت بيت اخوي وانتو تطلعون برا افتهمتوا لو انا يلا ما صار شيء يلا ما صار بيت بيت اختي يلا ما صار شيء بيت اختي ورات زلم زامطي احجي هدي افلشهم ما يخالف قوة خلص من ايدي قوة بوكس زلم صاروا فيلم بوكس منه بوكس منه بوكس منه ايدي كافي بوكس منه بات ها لا خلي ايدي خلي اقول لك هسه ارتاحيتي شو اسوي غير انت تغث بيه انا غثتش اصلا انا احبك وموت عليك انا من احبك وموت عليك تدرين بس انت همين ما تحس بيه انا ما احس بيك لو ما احس بيك ما اقول لك امشي نروح نتغدى صدق اي طبعا افررش بغداد الله تفربرني بغداد اي جسر المعلق اريد اروح له مسدود جسر السنك مسدود الجمهوري هسه سدوه قدامي بالصبات شفتها حبيبتي وناكل كنافه الله كنافه واريد عصير طبيعي لا عاد خلص ناخذ لنا فره نتغدى وراها نشرب عصير طبيعي طبيعي يلا رهيب الله يضيع حظك والله الله يضيع حظك اي والله هاي العركه كلها وتعال خذها وراح لا ويريدون عصير طبيعي وانا عيوني صارت مزورقه طبيعي نام 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 ليش بس تعرف ليش ليش يا اخوي انا مقصره وياه بشي هد اعصابك هد اعصابك شوي ليش هي ظلت اعصاب لا وبكل عين صلفه شلون قاعد ويتمضحك وياه كر 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 هو يسوي كر 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 ايوه يسوي كر 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 اختي انا عن بعد وحسيت بالامك هاي الشغله يا رادلها ليمون هسه وقت ليمون هي مال عصير احكي لي عرفتيها لا اعرفها قلس حلا بالشارع لا عاد ليش ما سحلتيها وخليتها العصبيه تروح عمي هي ما سحنة سيه احجيني عندك صورة إلها وثقتي إيه؟ لا هي ما التوثيق انت لابس سيراميك وجاي شاريك القميص انت اي مو البنية خطيتي شوف انسحنت روحها لا وانا كنت مأمنة بي صدقني كنت يومي أنا الضفلة واغسل ملابسه حتى حمرة وكحلة أخليله ونشي يا مال كحلة احجيني هسه ايش راح تسوين الطلقة وتنعل والدي يا معود يا طلاق استر علي البيت الجار كبسة 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 وتمن ليش تخونيني اليوم اليوم فرق المسدس براسي دقيقة أخي هاي سوالف مال المي وتحطون جداحة تخافون بها العالم لك هذا حقيقي من يقول هذا بارود ايه؟ يا معود هذا حقيقي مشتري ب$3000 غالبيك وبيباج أول لو قايل لي هذا يسوى 1000 لك تخون هاي تخون أقول لك ترى أنا بالكافتيريا هذا الخاين أنت بالكافتيريا أنت بالكافتيريا اي نعم يعني هنا تروح كل فلوسي وين الخاين هذا هذا يتوجه له أنت الخاين يا خاين لك ليش تتسنى تنيشان شي اسكت خلنا نحكي مو هذا القاين انا احكي وياه ايش رايد لك ليش مو حتى من طلع بيك حب شباب انا عالجتك ليش لك لك حتى مناطيرك انا اشتريت اياها عافيه ليش لك تخوني وصديق العمر عافيه معلاوي عافيه بعد عيرني بعد بعد طلع سوالفك انا انتظرك بالمقبره وداعتك حتى من طق هسه مو عندك هالمنطقه فارغه الا ناطي تقتلني طق عنده تاير خابرني انا اروح اسوي الهيا ليش؟ ليش سعدية؟ أنا الخاينة؟ أنا ما خنتج أنت الخاين اليوم قتلش اليوم يا بتشلبت بي غير هذا الخاين وانت صارك بالي ليش ولك ليش؟ ليش ولك ليش؟ هاي شنو؟ هاي صاير شذا؟ شدك هنا؟ أنت ايش عندك هنا أنا؟ حلو هاي اللي خاينني وياها اليوم قتلك أثول من عنده طلعت أنت شنو؟ أهلا باللي يلعب جوي لتشذا؟ وسعودي عندهم مشكلة وأنا حليتها ها؟ ليش تعبالك شذا صاحبته لا يعني هو ما خايني لا ما خايني ولا أنا خاينه يعني ما حد خاين لا هيدا تصرفي على مشكلتكم
يعني ما خاين هو. الحمد لله الحمد لله فضت. ارتاحوا خلي اجيب لكم ليمون. يلا ليمون بالعجل. بارد لو نص استوى. والله جيب ليمون روحي. ماشي على بالي شو اسمه. لا تايمني من الحين الوالدين كتلتوني انت تخونيني. هاي تقول لي انت تخونني. هي تقول لي تخونيني. خلونا ننام خلونا نرتاح خلوني شويه اغني. وين صار؟ وين صار؟ بيدي خليته هنا. شو الشغلة هاي؟ لا هذا مال بلاعين مال معدة. السلام عليكم. هلا عيني. شلونك استاذ؟ هلا بيك. يما بسم الله. ايش بيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شفت؟ انا الظروف كلها سادها. منين طلعت؟ من وين؟ انت من للباب جيت. استاذ انا محتاج مساعدة الله يخليك. اطلع برا. ليش؟ اطلع برا. ليش؟ أدري منين تطلعوا انتوا المجادي؟ بالترافيك لايت مجادي، بالدائرة مجادي، بالقهاوي مجادي. أستاذ ما أسمح لك تقول مجدي، أنا مو مجدي، أنا جاي عليك حتى أطلب مساعدة طبية منك. مساعدة طبية؟ استشارة طبية عندي. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك أستاذ. أنا آسف. الله يخليك. ما يعرفك ما يثمنك. لا ولا يهمك. تفضل استريح. الله يخليك شكراً. أهلاً. تفضل أستاذ. شكراً جزيلاً. يا الله. الله بالخير. الله بالخير استاذ. امر خدمه لا يمر عليك حقيقه استاذ. اني وصفوني قالوا لي تروح على استاذ شسمك غضبان. غضبان ولو اني غضبان سامع بس بالافلام كرتون. امر خدمه. انا جيت بيتنا زين طلعت دا اجيك لهنايا. اخذت تاكسي. شوف الصدفه التاكسي طلع بيها سايق مستحيل ودعتك. لا جابني لهنا ما ادلك. فطلع بالصدفه السايق يعرفك. اي جابني بباب المحل. ابو التاكسي قال لك اعرفه غضبان مضمد. مضمد اهلا وسهلا. اجيت عليك. نعم استاذ. شنو معلوماتك على الفيروسات؟ وصلت. شلون؟ انا غضبان ملك الفيروسات. هي الصحه الدوليه. نعم. اي فيروس يجي على الكره الارضيه يدزوا لي معلومه. الصحه الدوليه ايش عليها؟ بعد منو اساله الماء. هي مسؤوله عن الادويه، مسؤوله عن الطب، مسؤوله عن كل شيء. يعني عندك معلومات. تفضل. العفو استاذ، ايش تعرف عن فيروس تكنور؟ شو اسمه؟ تكنور. انا اعرف تكنعال. شنو؟ تك وتك. فيروس تكنور؟ معقوله ملك الفيروسات وما تعرف فيروس تكنور؟ تسمح لي بس 3 ثواني. تفضل. اتصفح كتاب علم الفيروسات. نعم صادق. هذا مال 2027 مو 22. ما شاء الله. حرف التاء حرف التاء حرف التاء. اي تيسولا تيكولا يابا وين اكو هيج فيروس؟ اكو استاذ. شو ماكو؟ يعني وصل عندنا؟ طبعا مستحيل. ليش؟ هذا يروح لجنوب افريقيا يروح عندنا؟ اجا اجا؟ ايه. زين هذا شنو اعراضه؟ استاذ هذا اعراضه كلش واضحه. ايه درجة الحرارة مالته سخونة عالية. هذا مثل كورونا. دقات قلبه تزيد. زيد. ايه هذا مثل فيروس كورونا. اظافره تطول. هذا مثل سورونا. انيابه سنونه تطول وتطلع من حلقه. يا ستار. والعرض الوحيد ايه؟ اللي مميز به ايه؟ من يصير عنده هذا ايه؟ يتعطش للدماء ما يرتاح اذا ما ياخذ له بيق دم. بيق دم اقصد غلاس دم. غلاس دم ايه؟ هذا ما يفيد به لا لقاح ولا كمامه. هذا المواطن اللي يصير به يخلوه بفراش ويتمشى بالشارع. زين هذا وصل عندنا؟ وصل استاذ. اكيد اكيد. وللاسف انصاب به واحد. بس واحد؟ ايه؟ يا بس هذا راح يعدي الكل. زين وهذا الواحد معروف؟ طبعا. من هو؟ اني. اجاك الغلب لوجهي الجان ونور لأبي. يبيعك هوا من الصين يكتب فوق ربي. اجاك الغلب لوجهي الجان ونور لأبي. يبيعك هوا من الصين يكتب فوق ربي. عبالك فوق
عزمه يخدعك وانت ممنونه سريع وما يلحقونه دخاني ويشوفونه بس تحدى لي نزمه اسئلك هل تحبينا صحيح انتهت قصتنا اسئلك هل تحبينا صحيح انتهت قصتنا يعني وين ما وين عيون الناس سرقتنا من النسوان العالم واني غيرته وبالكذب اللي جذبه